الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بدأت باسم الذات عالية الشان بها مستدرا فيض جود وإحسان، وثنيت بالحمد الهني مواردا مع الشكر للمولى بما منه أولاني، وأستمنح الله العظيم نواله سجال صلاة مع تحية رضواني. يؤمان روح المصطفى وضريحه وإطرته الأطهار طرا يخصاني، وأصحابه الأبرار من شاع فضلهم وأشياءه والتابعين يعماني، وأسأله التوفيق في نظم مولد لجد الذي من جعفر الفضل أرواني. لقدت لسمط درا الرطب حبذا جواهر إقت قد تعززن أنثاني، وأنظم منها البعض خوف إطالة ويكفي محيط الجيد من عقد عقياني. وبالله مولاي استعنت وحوله وقوته في سر وإعلاني. وبعد، فخير الخلق طرا محمد سلالة عبد الله صفوة عدنان، وقد شاع بين العالمين جدوده وعد إلى عدنان ما بين أخدان. وعدنان حقا للذبيح انتسابه لدى معشر الأنساب من غير بهتان، حماه إله العرش من ظهر آدم إلى صلب عبد الله من رجس شيطان، إلى أن بدا من خير بيت ومعشر وخير خيار الخلق من نوع إنسان، وقد صان من فعل السفاح أصوله إلى أن بدا كالبدر يهدني رحماني، وكان نبيا والصفي مجندل على باب دار الخلد مرتع ولدان، وأعطى له ذات العلوم واسمها لآدم قد أعطى فلله من شاني.
وما زال نور المصطفى متنقلا من الطيب الأثقال طاهر أرداني إلى صلب عبد الله ثم لأمه وقد أصحبها وقد أصبحا والله من أهل إيماني. وجاء لهذا في الحديث شواهد ومال إليه الجم من أهل عرفاني. فسلم فإن الله جل جلاله قدير على الإحياء في كل أحياني. وإن الإمام الأشعري لمثبت نجاتهما نصا بمحكم تبياني. وحاشا إله الأوش يرضى جنابه لوالدي المختار رؤية نيراني. وقد شاهدا من معجزات محمد خوارق آيات تنوه لأعياني. فمنها ضياء لاح ليلة مولد أضاءت به بصرى وسائر أكواني. ولاحت كسور الشام من أرض مكة رأت أمه منها شوامخ بنياني. ومنها لقد غاضت بحيرة ساوة وموضعها ما بين قم وهمذان. وفاض عين في سماوة لم يكن به قبل ماء ينقعن لظمآن. وأخمدت النيران من أود فارس وأصبح كسرى مشفقا كسر إيواني. وخرت له الشرفات من شامخ البنا وبات مروءا حاسيا كأس أحزاني. وقد كسر الله المهيمن ملكه على عدد الشرفات جيء بغلمان. ملوك بني كسرى رجال ونسوة وما ملكوا في الفرس من جم بلدان. بدعوة طه مزق الله ملكه كتمزيق مسطور دعاه لديان. بدعوة طه مزق الله ملكهم كتمزيق مسطور دعاه لديان. ملوك بني كسرى رجال ونسوة وما ملكوا في الفرس من جم بلدان. بدعوة طه مزق الله ملكهم كتمزيق مسطور دعاه لديان.
وأخصبت الأقطار من بعد جذبها وأدنيت الأثمان للقاطف الجاني وقرت على الأفواه هزنا وحسرة تماثيل أصنام عبدنا وصلبان وبالحمل نادت في قريش دوابها بقول فصيح مخرس كل ملسان وأصبحت الأحبار تلهج جهرة بأخباره الحسنى وسائر كهان تكون غدا شمس الهداية تنجلي وينجاب ليل الشرك بالأويد الغاني ولما مضى شهران من بعد عمله توفي بالفيحاء والده الهاني أتاها سقيم الجسم من أود غزة أقام بها شهرا وسار لرضواني وفي كل شهر تم من حمل أحمد لإظهاره في الكون يبدو نداءني ولم تشك في حمل به الوهن أمه سوى رفع حيض دل عنه بإيقاني ويأتي لها في الشهر آت مبشرا يقول حملت أشرف الإنس والجان ومذ تم حمل الهاشمي محمد أتى أمه في الطلق أربع نسوان فثنتان من حور الجنان تبدتا وآسية مع مريم بنت عمران هنالك شد الطلق حزم نطاقه وجادلها الساقي بكأس هناهاني فأطلعت البدر المنير متمما على أكمل الأوصاف مكحول أعياني إلهي روح روحه وضريحه بعرف الزهر